مع إشراقة السبت الأولى أوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لقيادتي العمليات الأمنية في البصرة وبغداد بمصادرة الأسلحة غير المرخصة، وذلك سعيا منه لفرض الأمن والحد من الحوادث المسلحة كاغتيالات الناشطين. العملية الأوسع انطلقت في البصرة بمشاركة وحدات من الجيش ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ. هذا ومن المقرر بحسب المعلومات أن تستمر العملية هذه لمدة 5 أيام، وتأتي بعد نحو أسبوعين من زيارة الكاظمي للمحافظة التي تشهد بين الفينة والأخرى استهدافات متكررة وخطرة. من النتائج المرجوة لهذه العملية أيضا هي إنهاء ظاهرة النزاعات العشائرية، حيث سجلت هناك في فترة ماضية اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة كالقذائف الصاروخية المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة الثقيلة والهاونات. البصرة التي أمر قائد عملياتها أكرم صدام بالسماح بحيازة قطعة سلاح خفيفة رشاش أو مسدس فقط في كل منزل، علما أن القانون العراقي يسمح باحتفاظ كل أسرة بقطعة سلاح خفيفة في المنزل بعد ترخيصها من السلطات الأمنية. رئيس الوزراء الذي كان قد أمر بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والعمل على فرض هيبة الدولة بالضد من مجموعات مسلحة متهمة بشن هجمات على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية وتنفيذ عمليات اغتيالات ضد الناشطين المطالبين بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات، يدرك جيدا أن البصرة الآمنة تعني عراقا آمنا أيضا، لأنها عاصمته الاقتصادية ووجهته البحرية الوحيدة. يريد الكاظمي أن يبرهن للعراقيين بأنه رجل دولة قادر على فرض وجود الدولة وسيادة القانون، وأين؟ في البصرة قبل غيرها، لأنها المدينة التي ودعت عددا من أبنائها شهداء أثناء تظاهرات تشرين دون محاسبة قتلتهم حتى الآن. ويريد أيضا أن يكون أول رئيس وزراء يكبح جماح العشائر المتناحرة هناك، وصولا لغاية جعل البصرة بيئة مستقرة تدخل منها المنافع الاقتصادية الجمة إلى سائر أرجاء العراق الأخرى. وهذا ما سيحسب للكاظمي فقط دون غيره.